مشاهدينا الكرام، تحية طيبة وإليكم النشرة الجوية الخاصة بالملاحة وصيد البحري ليوم الخميس 2 أوت. تتمثل الحالة الجوية السائدة لهذا اليوم في تواجد مجالاتنا البحرية ضمن منطقة استقرار للضغط الجوي. أما بالنسبة للسماء صباحا فقد كانت عامة صافية مع ظهور ضباب قرب السواحل. بعد الظهر إن شاء الله بشمال تونس سحب قليلة مع ريح غربية تتجه إلى شمالية شرقية ضعيفة بين 5 إلى 15 عقدة، البحر يكون هادئ. شرق تونس أيضا سحب قليلة مع ريح غربية بين 5 إلى 15 عقدة وتتجه إلى جنوبية شرقية قرب السواحل والبحر يكون هادئ. بالنسبة لخليج جيب السحب قليلة مع ريح من القطاع الشرقي بين 5 إلى 15 عقدة وتكون من 15 إلى 20 قرب السواحل، البحر قليل الاضطراب فهادئ والرؤية بين 5 أميال إلى 7. هذه الليلة إن شاء الله يتواصل الوضع الجوي في استقرار، سحب قليلة على كافة مجالاتنا البحرية. بالنسبة لشمال تونس الريح شمالية من القطاع الشمالي تكون شمالية شرقية شمالية غربية بين 5 إلى 15 عقدة، البحر يتواصل هادئ. شرق تونس الريح من القطاع الغربي بين 5 إلى 15 عقدة ومحليا من 15 إلى 20 والبحر يكون هادئ فقليل الاضطراب. وبخليج قبس الريح من القطاع الشرقي ثم تتجه إلى القطاع الغربي تكون بين 5 إلى 15 عقدة وتصل إلى 15-20 في بداية الليل قرب سواحل، البحر يكون قليل الاضطراب فهادئ والرؤية بين 7 أميال إلى 4. يوم الغد إن شاء الله بشمال تونس أمطار متفرقة تكون مؤقتة رعدية، الريح من القطاع الشمالي بين 5 إلى 15 عقدة والبحر هادئ فقليل الاضطراب. خليج الحمامات بعض السحب مع ريح من القطاع الشمالي بين 5 إلى 15 عقدة والبحر قليل الاضطراب فهادئ، أما الرؤية فبين 3 أميال إلى 6. بالنسبة للشابة وخليج قابس الريح من القطاع الشرقي بين 5 إلى 15 عقدة والبحر يكون هادئ فقليل الاضطراب، الرؤية تتراوح بين 3 أميال إلى 8. نمر لحركتي المد والجزر بميناء إصفاقس متر و42 سنتيمتر على الساعة 6 مساء و52 دقيقة و55 سنتيمتر على الساعة 1 بعد منتصف الليل و3 دقائق. ميناء جابس متر و84 سنتيمتر على الساعة 7 مساء و6 دقائق و79 سنتيمتر على الساعة 1 بعد منتصف الليل و12 دقيقة. ميناء جرزيس 83 سنتيمتر على الساعة 6 مساء و55 دقيقة و35 سنتيمتر على الساعة 1 بعد منتصف الليل ودقيقة واحدة.